ليه كلنا بنثق في هذه الإدارة؟ ليه كلنا بنثق في هذا الجهاز الفني؟ لأنه دوري أبطال إفريقيا خدناه، دوري خدناه، كاس خدناه السنة دي، أنا بتكلم على السنة دي يعني، كاس سوبر خدناه، سوبر آخر خدناه، فبالتالي أنا عندي ثقة أنا كجمهور يعني عندي ثقة كبيرة جدا جدا في إدارتي. لكن بالمرة خليني ليه أو خليني أقول لك ليه الأهلي هيلعب لغاية يوم الخميس اللي جاي. الأهلي هيلعب لغاية يوم الخميس اللي جاي لأن نادي الداخلية خاطب اتحاد كرة القدم عشان يأجل المباراة اللي كانت اللي فاتت، واتحاد كرة القدم ضغط وبشدة، ضغط وبشدة عشان المباراة دي تتلعب. طيب هل حضراتكم عارفين اتحاد كرة القدم عمل كده ليه؟ عشان يجامل أندية معينة ويفتح باب القيد عشان خاطر هذه الأندية عشان تسافر وتروح تلعب. فحضرتك بتتكلم على أي أساس؟ وعاوز تعرف إيه؟ عاوزني أقول لك إن مصلحتك إجهاد النادي الأهلي لأطول فترة ممكنة؟ وده اللي حضراتكم اعتمدتوا عليه خلال الموسمين اللي فاتوا؟ ولا عشان أنا راجل بوصل للمباريات النهائية وحضرتك بتخرج بدري من البطولات؟ الأهلي بيلعب كتير ليه؟ ليه الأهلي عنده دايما نتكلم مع حضراتكم على الإجهاد؟ عندنا إجهاد وكل حاجة، ولكن في الآخر هناك لائحة وقانون بيتم تطبيقه في المباريات المؤجلة، بتؤجل المباريات ما بين الدورين قبل النهائي والنهائي لأي فريق، مش للنادي الأهلي، مش النادي الأهلي اللي على راسه ريشة. كل شوية هقول هذا الكلام لأنه أنتوا كنتوا بتقولوا كده برضو، بعض من لا يشجع النادي الأهلي كانوا بيقولوا نفس الكلام، إن هو الأهلي أصله على راسه ريشة وبيتأجل له. لا، ده القانون، ده اللائحة هي اللي بتقول الكلام ده. يعني لو حضرتك كنت وصلت، يعني لو كنت وصلت للمباراة النهائية في أي بطولة من البطولات اللي النادي الأهلي وصل فيها المباراة النهائية وخدها، كنت أو بطولة أفريقيا تحديدا، كنت هيتعامل معاك نفس النظام. فالنادي الأهلي بيلتزم بالقوانين واللوائح اللي بيتفق عليه، بمعنى إن هو اليوم اليومين وتلعب التالت، يومين وتلعب التالت، ده لائحة. فالنادي الأهلي بيوصل للنهايات وبيلعب على المراكز الأولى في كل البطولات اللي بيدخلها، عشان كده النادي الأهلي بيشرف كرة القدم المصرية في كل البطولات سواء أفريقية أو عالمية. الأهلي لما بيدافع عن حق اللاعبين في الحصول على راحة سلبية تخليهم يقدروا يكملوا الموسم اللي جاي، ده حق بالمناسبة، واللعيبة دي عليها، ليها أنا آسف، زي ما عليها التزامات عليها حقوق، أو اللعيبة دي لازم تاخد أجازات، اللعيبة دي لازم تاخد أجازات، وحقوقها أو من ضمن هذه الحقوق إنها تاخد أجازة. وحق لكل الأندية، مش للنادي الأهلي فقط بالمناسبة، لكن أنا هنا هتكلم عن النادي الأهلي. في أندية بتخرج من البطولات بدري وبتخرج من المنافسة بدري بدري، فمريحين وكل 20-30 يوم ولا بتاع. النجاح يحتاج دائما إن أنت تتخطى كل الصعوبات، النجاح مش سهل. الأهلي كمان مش هيدفع ثمن عدم انتظام المسابقات، حاجة ما تخصنيش، ده أمر يخص اتحاد كرة القدم والرابطة.